يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما الفرق بين أهل الكلام والفلاسفة؟ بينهم فرق. الفلاسفة هم اللي يدعون الحكمة ويفسرون الظواهر الكونية بتفسيرات من عندهم لم يفسرها غيرهم، وأما علماء الكلام فهم الذين يأخذون علم المنطق ويعتمدون عليه في الاستدلال، يعتمدون عليه في الاستدلال. نعم، وهذا موجود في كتب عقائد الأشاعرة والماتريدية والمعتزلة، كلا ما تجد فيها آية ولا حديث، تجدها كلها عقليات وجدليات وقواعد منطقية ويسمونها براهين عقلية. نعم.